وأنا أقول لك أن أنا أشرف على جمهورية جيبوتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وأمون إلا وعيس وحان واركا يا ماشا ما شاء الله سفيعا مدحوينا هيقا دالكا جيبوتي أو نوغو إميدي دالكا إنجريسكا أدبانو سلامينا مدين قلبي فران نياد فيعان إن قعما فران دالكا جيبوتي نوحان سلاما يا ريراها يجي يا دادكا يجي جيبوتي سلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وأبح آذن علي وحن سلام يا مدحوينا جبوتي دلك جبوتي شعبك جبوتي يضط كان كده شوردن ولا على هيوردن حبت حبت بنوصل سلام يا وسلام عليكم السلام عليكم محمد و مقعيق وفتحي علي عبسية أن جاليد كفنتر الرج جبوتي بعناي وسلام يا مدحوينا سيف عن حفلة نوغود عدي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هلك وحلي مرة بلا الرجال وحن سلام يا ولا على هيجدمان جبوتي شوقة وحن ودر يا سلام قيمة لما دحوينا هي قالوا وين صور دوينا وين السير دوينا لا سلام عليكم السلام عليكم ناكو حك السلام يا نسمع الأمر قال لما دحوينا هي قال نحن سلام يا جارية دري جبوتي عند دمان توت إيه ولا فهم بيجي جو كردن دري جبوتي أو كردن حفرت نتفع عم بنقول ده عضي دوا هي أحمد أمركاك بالير هذا وحن بسنكا ده ما قياس كريبة very nice كفاية السنة وحن سلام يا بريزان كانوا يمدي شعبك جبوتي خاسان دمان دك رجوتي مالي شو جنبه بريستول يس ثانك يو السلام عليكم انا كده مع السلامه نور بالي هذا وحنا جاليه در بريستول اول دو وي هلكا نو سومرني وحنا هلكا كسلام يا لبديده والد او جبوتي جوغا يا دمان ري جبوتي ودما كست جوغان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقعد ابو حشور يا بالبليده إن وحن كفر أحسن يا حفلة ده إن مدحوينا السود ويني ما شاء الله سفي عم بينا قد عضي أنا قد شالية دي لندنا تواك وحن وذا السلام يا دتك حافظة هي قد ولا الله هي ريكارت سين قدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وحلاقي وحلاقي رامير ما أرتير وحن نجيم من لندن وبن نجيم ده حفلة آدي آدي قيمة قاية بدن بهيد أنو كفر إحنا أجالية دورنا إسكو هذا أركان أنو هبي أنو كنا هاي السلام عليكم سعاد احمد مصالة داها مدحوينه ايغي نو يمدون سفي عم بنو سو دويني وحن سلام يا فاميغا يا غودن رير جيبوتي اودن وحن سلام ولا لا امريكان كا جوغا مصطفى احمد مختار احمد وحن سلام يا ان اتابلو سما عبدي انا كان ددو هاي عمر سياد ري عبد السعيد اودن ان هذاك مهدي عرولة ابران هبروداغي ابران سلاد هبروداغي اودن المابتي اودن فاميغا يا غودن بن سلام يا غار اهان جاركي روح بلنا سلام السلام عليكم halkan aniga fadhiye amud geediya waxaan soo salaamaya maanta xafladu aad ka quruxda badan leey madaxweynaha ayagu ku nagu soo booqday ee si fiican ugu soo dhaweeyney aad iyo aad buu fiican yahay xafladu sidaaba u fiican tahay laakiin waxa kale oo soo salaamaya odayga farxaan xasan caateeyay halka ka soo salaamaya oo jabuuti ku noolay meeka ayaan ku soo ayaan soo salaamaya iyo dumaashiyashay gabyan tood walaashay faamigay gordan ما كلا ريبي أيها صوت سلامي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعي قا ما كشامع وحن سلام يا دمان تدك ريج بتي أردن أنا وعاء وأمي حفلة حفلة دم دحبينها قالي أنا نقص أردن ويني عاونا مركي يقو هرس إن تي في كهلا عيتهاي دمان ريج بتي علم أودين ك ولا على هاي علم جامع هو يدي فهم يدي أردن يا ريج بتي أردن ما سلام يا أصحاب تيدي دمان جاري جيران رحمن رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أد بيوفي عن تاي فرصة دو وحان وقاي مدي حي هاي دي ميل دير مدحوين هاي قا أد بان وفر حسن هاي دي ولكم دي لندن بان لين هاي هو يو ينكي قاشان دان هاي مر ولب مدحوين هاي حكومة دبا تاق ارسانا سو دو بان لين مدن مدحوين وحان سلام اينا وحان سلام ايا والالا هاي odaygayga salaamaya inankayga Cismaan aayidan salaamaya wa salaam alaykum
walaal magacaygu waxa la yiraahdaa Zimzam Xasan Cismaan oo magaalada London baan joogaa. Maanta aad baan u faraxsanahay inta madaxweynayaga Ismaaciil Cumar Gelle aad u soo dhaweeyay oo nagu soo booqday magaalada London. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Xaggana waxaan ka soo salaamayaa aabahay oo jooga Djibouti, Raisul Mubaariya iyo ededeyga Amnu Cismaan iyo faamiga dhamaantay iyo walaalahay iyo gudigii iyo jeeradii reer Djibouti aad baan soo salaamayaa. Dirre Djibouti oo caawa ku ciiday inay soo dhaweeyaan madaxweynahooga Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle. أنا وكهولكي وأنا كبحنا سعدا يا جبا دتكي وي وحي ولد جعلين إن أهل كوكا سلامان سلامان دتكي ريت جبوتي أنا واحد جعشا أصلا فرصة غالقة نكاني فن أبوان كان فنان كان ميسيسيان هاي بيقول ريت جبوتي بلا صبر أرتعا وشرف حياتي إن هز أنك صغير قالوا شو دويت بالعوينة جبوتي إيو أنك عندك سارو هستي علنك وحنا أدوه في الحسن هاي وأنا كأقول هذي مدحونا جبوتي وأقو عزومي سنة تقول هذا صار صوت الإعلام تطورات الرجل إن أنا خير قالوا إن شاء الله خير بعد الرجال أدواي إنك نضيع عنك كيف هيدا السنة إنه أولي بكجرنا and lifting يا أما سنسرك أما بالكي سري وحنا كجرنا يمك وادلكي أفرد بقدر تما وأكيد بقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعد يقول يدرس دونا عبد الله anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada Bristol ee Djibouti waxaan halkan sagaal uga dirayaa dhamaan shacabweynaha Djibouti ee waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti waxaan leenahay soo dhawo welcome jiro joog noolo aan salaamayna halkan magacayga waxa la yiraahdaa Ahmed waxaan halkan salaamayna madaxweynaha marwadiisa marka reer Djibouti wixii magacayga garanay oo dhan magaalada London waxa la yiraahdaa magacayga Guleed Khalif dareenkaygu maanta aad buu u kacsan yahay madamo madaxweynayaga oo inta insaan waqti badan aan hore aan arkin ayaa maanta magaalada London nagu yimiday waxaan leenahay madaxweynayaga waxaan leenahay aad buu mahadsan yahay aad buu dareenkaaga u kacsan yahay shicibka reer Djiboutina waxaan leenahay waa nin maqanahe lagama maqnin soo dhawaada waxaan uga yimiday Faransiiska Lyon Ismaaciil Cumar Gelle Brezankeyni ay iska noolaado anahay inkitiino anahay أنا أعطيك حفلة فرصة أنك فايدة السنة يا تعلان لايدنا جيبوتي سلام جيبوتي سلام فامي جيجي أو يو يا أفر أفاتر يا بو ينا يا باي يتو بوكوي يا عمي تي يا مراكين كي سلامت كدا سلامت رحي طبعا كي مرحنا سلات كي مباليوي كيني مرحري بارو أني هاي برزان كي آمين أسمامي مرقلة يلي أني كا هاي يلي كا هاي كدا عمرك عمرك هاي سيساي وسفي عم بيقعد عدي سوى ناكس انه وقعد عدي سفر حد لنا وقعد عدي الجلدات كثير جبتي صدح شيء بانوكو يا نوت الماما يا صدح ذا ونقول يلقى انه تاريخ نوعه صدح ذا وحي تهي ضد جعيل جعل هاي ضد كثير جبتي سفي انا نسكو جعل هاي يا ضد جعيل يا نبض جعيل وانا نقول يلقى وتاريخ ذا يضح تا سدا يا سكا سي بدن ان هرو ودا مان جعل له سي وناكسن ان هو ودا مان جعل له كو دلكي جوغي كو دبد جوغينا دلك ان سي ميدا او ودا دمقدا مان جعل له والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدنات سي في عم با لو سو اغاسبي بلشو در هر جبوتي ده وخي لو يقين اون بين نتسن او اسو دوي وعن دل جعيل يا دل جعيل يا منما يو اني حكومتودي يا مارت مدحونود اي جعليين مدحونود تا وخي اوغا جوابي انو امديس جعل يحيى oo rabbalan qaadayo in cid kasto doonaysa inay dalkii maal gashato ama ay aqoonteeda ku soo laabato ama ay doonto inay dalka degtaba inuu isagu mas'uuliyadeeda qaado ku faraxsan yahay soo dhaweynayo saaxiibada raga saxafiyiinta dadka way ka il dheeriyeen aa maxaa ku cajab geliyay intaad meesha waxay cajab geliyay waan arki jiray barnaamijyo Djibouti markaan joogay ama aan meelaha jooga la caawa ciyaarihii dahay dhaqanka ee la yaab kalaha oo qaarkood aan hore u arkin dhalinyarada yaryar waliba sidoo u ciyaarayaan ilaa waxa ciyaari jiray awl dad waaweyn laakiin imika qof London joogo saa u ciyaaraya waxay ku tusaysaa qofka meel kasta adduunka ka tagaba dhaqankiisa iyo caadadiisa marnaba inaanu ka tageynin dad badan oo iyagu buuqay iyo madaxweynaha doonaya inay wada salaamaan sidoo kale taas lafteedu waa tan ku sheegay waa xiriirka wanaagsan ee jaaliyada iyo farxadda iyo hoggaanka oo labadaba isku xiran ee soo dhaweyntiina waa taad ogeeda garoonka diyaarada sidii loo yimid sidii loo faraxsanaa iyo sida caawa ay tahay waa tiil arki jiray oo tu kale lagu daray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن والله هرت أحد بنو قفر أحسن نادان اللي يرتي ريلان دان هاي ما تسود ويست مدحوينا أنا ويمن حاكن
شفي عم بانا وقوي استرحنا مدهوينا ونوغن عيماتا دادك آد كأوب بذنة ماتا ولي